أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا مدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وإما أن نكون نحن الملقين.
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوكم واسترهبوكم وجاءوا بسحر عظيم فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.